تسلم ايديك يا عمو. ما تقلي يا عمو، انا ماني صغيرة. شو بتحبي اقول لك لك؟ الي اسم. وهي الشيك اللي حامله كم يوم رح تبقى؟ يومين بس. شايفك مبسوط؟ مبسوط فعلا. لهالدرجة عجبتك السهرة؟ لأنه شفت ابن أخي فارس ومرته، حسيت من نظرات عيونه إني بحبني. لهالدرجة بتحبه؟ ويوم رح ترجع على الميلة مجارية بيني وبين أخي أسامة رح أذبح 10 عجول. لا شو 10، رح أعمل حفلة ما شافتها الشام أبدا. انسى الموضوع، اللي انكسر ما بيتصلح. لا رح يتصلح، هذا ابن أخي يا جميلة، وهدول مثل أولادي. هون نزير؟ تفضل. هون الدكتور؟ لا، قلنا لك تفضل. لا معلش، قلي له اني مرقت عليه، ما في شي مهم، خليه يحكي معي. صبري اشتقت لك، شفتك بالتلفزيون كتير لابق لك. وينو ابوكي؟ لساتك مصمم تعاملني انه بنت صغيرة؟ بابا ماله هون، انت وينك؟ بمعلولة. شو عم تعمل؟ اجازة. اوكي بقله، بس رح ورجيك انه انا مالي بنت صغيرة.